لم تنقطع زيارات زعماء الميليشيات عن مناطق محافظة ديالى طوال الأيام الماضية، على الرغم من الفواجع التي ارتكبتها عناصر تلك الميليشيات في قرى المقدادية وما عاثت فيها من قتل وتهجير. آخر من وصل كان القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي الذي اشتهر بدعوته إلى قتل المخالفين دون انتظار فتوى، وها هو اليوم يعيد الكرة بالدعوة إلى الثأر في تكرار لما رددته الميليشيات التي استباحت قرية نهر الإمام وسواها من القرى التي كانت ضحية لذنب لم يقترفوا سكانها. احنا أبرياء من الإعلام المضلل اللي يقول اكو تهجير واكو قتل، اكو طرف ثالث. ثانيا دماء الشهداء ما تروح بلاش، ما تروح بلاش، تحقيق وتعويض. يستلهم الأعرجي في حديثه قصة الطرف الثالث التي لطالما روجت لها الحكومة في تعليقها على قتلة متظاهري تشرين، شماعة أخرى يراد استخدامها بعد أن أعيت الحجة الميليشيات عن تبرير هجومها الوحشي على القرى الآمنة. ويبدو أن الأمور تتطور باتجاه شرعنة كل أعمال التجريف والتهجير، ففي مؤتمر صحفي لعشيرة بني تميم في المقدادية طالب المجتمعون بتجريف البساتين بعد اتفاق أجروه دون أن يكشفوا عن الجهة الأخرى ضمن هذا الاتفاق، بالتزامن مع صمت حكومي إزاء ما يجري من انتهاكات. تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتجريف البساتين المحيطة بالقرى. مشروع تهجير طائفي وإبادة جماعية تجري أمام أنظار القوات الحكومية وفقا لبيان الميثاق الوطني العراقي الذي أكد أن كل ذلك يأتي وفق أجندة إيرانية تريد إعادة سيناريو جرف الصخر، لكن هذه المرة في محافظة ديالى التي يراد لها أن تكون الممر الواصل بين طهران وشواطئ البحر المتوسط مرورا بدمشق وبيروت.